السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، هانيين، كلشي بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو التحليلي على واحد الكنز كاين في المغرب، ولكن هاملين الناس، هاملها الدوله، هاملها يعني المسؤولين على القطاع. فبزاف ديال الدول العربيه اللي كتعجب من السياسه ديال المغرب تجاه هذه الثروه اللي صراحه راه احسن من الذهب واحسن من البترول واحسن من اي تجاره اخرى. والادهى من ذلك ان هذه الثروه ما كتوجدش تقريبا الا في المغرب وبمناطق قليله في العالم، ولكن ما تيستافش منها المغرب والمغاربه الا قليلا. وبالمقابل هناك اوروبيين تيجيو للمغرب وتيتزودوا من هذا الكنز هذا وتيمشيو لاوروبا وتبيعوه بواحد الثمن جد مرتفع. حتى لا اكثر عليكم عامل التشويق، فهذا الكنز هو عباره عن زيت، هما زيتين، زيت ارغان وزيت ديال الصبار. نشدو مثلا كمثال زيت ديال الارغان، وراه نفس الامر تينطبق على زيت ديال الصبار. المهم الا خدينا الزيت ديال الارغان، فهاد الزيت غادي نمشيو مثلا نتبعو الخيوط ديال الانتاج ديالها، غادي نلقاوها بانها العديد ديال الفلاحين المغاربه تيبيعوا فقط الثمره، تيبيعوا للتعاونيات. هاد التعاونيات تتشد تتحولها لزيت وتتبيعها بواحد الثمن اللي بين 200 و300 درهم في سوق الجمله والمسائل. لكن الاوروبيين تيشدوا هاد الزيت هادي تيديوها للبلدان ديالهم تيبيعوها باضعاف ديال هاد الثمن، بعشرات المرات. تيشدوا هاد القرعه صغيره تيبيعوها ب 200 درهم 300 درهم، قرعه صغيره فيها تقريبا شي ما كاملاش تا 30 سي سي، تيبيعوها بزبالة ديال الفلوس، يعني تيبيعوها بعشرات المرات كتر. ولكن علاش؟ لان هاد المادة هادي مطلوبة بزاف، تتستعمل في بزاف ديال المجالات، سواء طبية سواء علاجية، في الطب البديل وفي المسائل ديال الجميل. ولا جينا نشوفو مثلا السياسة ديال الدولة في هاد المجال تلقاوها جد محتشمة ولا زالت دون المستوى المطلوب، لان خاصه دير تشجير ديال الهكتارات الكثيره اللي خاويه جهه النواحي ديال اكادير والنواحي ديال الصويره، وتشجع الفلاحين على الزراعه ديال هاد الشجر ديال الارغان، وتعطيهم كاع الاراضي اللي خاويه اللي في ديك المنطقه واللي تتصلح لها الزراعه هذه، ويزرعوها الناس ويتكلفوا بها لان هاد ديك المنطقه هذيك غنيه بهاد الماده، وهذيك النبته هذه تعزيز على هذيك المنطقه تتنبت فيها بطريقه تلقائيه. فماشي فقط تشجيع على هاد، وما تكتفيش فقط تشجيع الفلاح، لا، خاصها تخلق حتى نقط ديال البيع في اوروبا نفسها، وتجعل من المغرب هو المستفيد من الاموال والعائدات ديال هاد المنتوج هذا اللي هو مغربي قح، يعني ديال البلاد، وما قدت دوله اخرى تقادو. وما يقتصرش الربح على بعض التجار الاوروبيين اللي تيقتنيو هذه الماده وداروا منها لاباس. المهم عائدات من العمله الصعبه تضيع على المغرب الصراحه، ما تيستافد منها والو. خاص الوزاره ديال الفلاحه بتنسيق مع الوزاره ديال التجاره والصناعه والفاعلين الاخرين يضافروا الجهود ديالهم من اجل خلق واحد السلسله ديال الانتاج تجعل المواطن والخزينه العامه المغربيه هما المستفيدين الاكبر من هذه الماده اللي حبانا الله بها، عطاها لنا. ولكن ما بغينا نوليو بحالنا بحال الخليجيين، هذوك عطاهم الله بترول وما استغلوش احسن استغلال، تيبيعوه تيشريو به ما ياكلو. وحنا حتى حنا كذلك مثال بطريقه اخرى، حتى عطانا الله واحد الماده اللي هي مهمه ومطلوبه عالميا وتقدر دير الثمن، ولكن هاملينها ما عطيناش الاهميه اللي خاصها باش نستغلوها احسن استغلال. وخير دليل على ان هذه الشجره راه مهمه بزاف هو ان اسرائيل دخلت على الخط وحاولت انها تنتج هاد الشجره هذه عندها تما في اسرائيل او فلسطين المحتله، ولكن ما قدراتش، لم تنجح، حتى واحتاجت حتى بدات تبدل دير لها تعديلات جينيه باش تقدر تنبت عندها. ما عرف واش تمكنات مؤخرا ولا لا، ولكن هي المحاوله ديال اسرائيل باش تدخل على هاد الشجره هذه تحاول زرعها عندها تدل على ان راه هاد الشجره عندها واحد اهميه كثير. وتعرفوا الاسرائيليين كي دايرين في التجاره وفي الصناعه، راه والله ما بان لهم الربح في شي بلاصه، لا رموا يديهم ولا حطوا يديهم، تيحطوا يديهم الحاجه اللي فيها الربح ديال اغوغو، اما شي حاجه اللي فيها الربح ديال 4 دريال راه ما تيقلبوا عليه.
وحنا في المغرب عندنا هاد الشجره هادي تتنبت بوحدها تلقائيا ما تيسقي حتى شي واحد. ورغم ذلك ما عرفش اش تينتظروا هاد المسؤولين في المجال من اجل باش يضربوا الحديد بهاد التسخون. ما عرفوا واش كاين هناك حياه لمن انادي ولا لا، ولكن اتنظن بان هاد الثروه هادي راه غادي يجي واحد النهار وغادي ندموا عليها، لان راه واحد الخير عطانا الله سبحانه وتعالى ولكن ما تنستافدوش منه. ما تستفدوش منه علاش؟ واش ما عرفش واش بالغباء ديالنا ولا حسن النيه ديالنا ولا سوء التدبير ولا سوء التسيير ولا الله اعلم. المهم راه ماده راه تحسدونا عليها بزاف ديال الدول، وراه انتم شتو الجزائر قالت لك حتى هي قالت لك راه لا ارغان راه مغربي راه جزائري. هذيك الدوله هذيك بين قوسين ما اشرف عقل ما غاديش نخوضوا بزاف معهم في النقاش. المهم ما علينا، قلنا بان هذه الماده هذه راه خاص ضروري المسؤولين يلتفتوا ليها، وهذا الشيء راه كان يدار قبل ولكن جامي ترو طارد بيان فير ماشي مشكل. كان هذا الشيء دار زعما تقريبا على الاقل في التسعينات تبدا واحد السياسه ديال التشجير ديال دوك المناطق، ولكن كيف قلت راه ما عمر تيمشي الحال. تنتمنى من انه المسؤولين ياخذوا هذا الامر بعين الاعتبار، وراه هذا الامر هذا غادي نكتبوا كما قال صحافي، غادي تنشر في واحد الجريده بواحد جوج جرائد، ودرتو كاوديو غادي نشرو في هذا القناه ديال اشطاري.com. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.